مدام امل معايا؟ ايوه حضرتك ليكي بنت اسمها يارا؟ تقولني من احلاها نومة كده. الو ايوه بقول لحضرتك مدام امل معايا؟ ايوه مدام امل معاك. ليكي بنت اسمها يارا؟ انا مستغرباك بتقومني من النوم عشان تسألني على بنتي. على بنتي بقول لحضرتك ليكي بنت اسمها يارا؟ ايوه ليا بنت اسمها. انت عايز ايه يعني؟ انا مش عايز حاجه، البنت عماله بتعيط هنا ومش عارفه هي فين وبسالها. إيه انت خطفتها؟ ما خطفتش حاجه يا ستي. امال ايه؟ البنت اهي معاك اهي، خدي كلميها. ايوه انت طالب فديه؟ في ايه؟ انا عايز افهم في ايه. بص حضرتك يا ست، تعالي خدي بنتك. انت عرفتيني بقى؟ اوعى اوعى. ايه اوعى الكلام ده؟ كلام ايه يا ست؟ بقول لك تعالي خدي بنتك. لما اقول لك اوعى اوعى طوالي. انت ام انت؟ ايوه طبعا ام. مش باين عليك ام. ام ايه؟ انا عشان تبقى فاهم، في محل بيديكير ومانيكير وكوافير بيعمل لي شعري، عشان عندي بالليل جلابيه بارتي. جلابيه بارتي؟ انت عندك دم؟ نعم. انت ام وعندك احساس؟ اوعى اوعى. ايه تاني يا ست؟ هو بقول لك بنتك تعالى تقول لي بتعملي بديكير. أيوة ومونيكير. انت راحة فرح. بعد اذن حضرتك، انا اسمي سامسون. انت اسمك ايه؟ انا اسمي صلاح. اهلا يا سولش. سولش؟ سولش ده دلع اسمي صلاح حضرتك. يا ست انا مش عايزك تدلعيني، انا بقول لك تعالي خدي بنتك. بص حضرتك، تنهاري كزر ابان عليه. لسانك يخاطب لساني ولا لسانك يخاطب لساني؟ يا ست انا مش عايز اكلمك ولا اعرفك ولا عايز اشوفك، انا بقول لك تعالي خدي بنتك، اسيبها لك عند اي حد. وهقفل في وشك اهو. دي قفلت السكه في وشي. كلمها تاني والنبي يا عم. والنبي يا عم يا ست. طيب اكلمها. طب اوعي. طيب يا ما انت هتعف. استني اما اشوف مين ده. الو السلام عليكم. على فكره. على فكره ايه بقى؟ انا بكلمك يا سولش عشان اعتذر لك. والنبي في عرضك الله يخليكي بقى، لحسن انا خلاص فاض بيا بقى وما اعرفش انا ممكن اعمل ايه دلوقتي. هتيجي تاخد البنت ولا سيبها لك في الشارع؟ نفس ده اذا كانت بنتك يعني من اساسه. نفس اسلوب طريقه جوزي الله يرحمه. ده الله الله يرحمه. ده ربنا رحمه فعلا والله. يا بنتي سيبي الجاكيت بقى. انت مش انت يا سيد. انت عارفه انا لو شفت وشك هضربك بالجزمه. هتضرب مين؟ هضربك انت بالجزمه. يا يعني انت لو شفت وشك ايوه هضربك بالجزمه. تضربني بالجزمه ازاي؟ يعني تضربني ازاي بالجزمه؟ ماما تعالي. هو في ايه؟ تضرب مين؟ تضرب مين؟ في ايه؟ تضرب مين بالجزمه؟ تضرب مين بالجزمه؟ مش هضرب حد، مش هضرب حد. انت بترجع ورايح جاي رايح جاي. هو عشان انت غلطان غلطت فيا. مش انت غلطت فيا دلوقتي؟ انا غلطت فيك. فيك؟ اه. انت مش شنب؟ انت مش راجل؟ انا بكلم واحده ست في التليفون. مين؟ بكلم مدام امل في التليفون. مدام مين؟ مدام امل. فين دي؟ الو؟ ايوه. هو في ايه؟ في ايه في ايه؟ مش عارف. عايز تعرف في ايه؟ اه. امسك يا بابا ثانية واحدة. خليك معايا. ممكن حضرتك تمسك دي؟ ماسكها كويس؟ ايوه يا فندم. خليك ماسكها كويس. في ايه؟ ما تخافش حضرتك، ما تخافش. اهدى اهدى اهدى. انا هادي. اهدى اهدى. انت انسان كويس. تعال تعال تعال. مفيش حاجة مفيش حاجة. هقلعلك بقى ايه الماسكة عشان تعرف كل حاجة. استاذ ابراهيم. يا راجل يا راجل كنت هكمل لك بس عشان تشوف. الله العظيم. عمو عمو انا تايهة يا عمو. في ايه يا ماما؟ بالراحة بالراحة. في ايه يا ماما؟ انا تايهة يا عمو. مالك يا حبيبي؟ لا انا تايهة. فين ماما؟ معرفش معرفش. طب فين بابا؟ طب بس معرفش. اهدي بس اهدي اهدي يا حبيبتي اهدي يا حبيبتي اهدي يا ماما اهدي. سيب البنطلون سيب البنطلون يا ماما سيب البنطلون يا ماما هتدلعوني. انا معايا نمرة التليفون ماما. هكلمها يا حبيبي. سيب البنطلون بس يا ماما سيب البنطلون بس. طب سيب البنطلون اهدي هكلمها انا هطلبها اهي. اهدي يا ماما. حاضر اهدي يا حبيبي. انت اهدي ابوس دماغك اهو. بس اهدي يا ماما. سيب بس البنطلون. ايوه اهدي. الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله.
سيبي يا بنتي البنطلون. ايوه ايوه يا فندم. معايا المدام ماما اسمها ايه؟ امل. معايا المدام امل. ايوه انا مدام امل. انت عرفت نمره تليفوني منين حضرتك؟ ده حضرتك بنت حضرتك انا لقيتها هنا في مول وتايهه. بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر هنا في مول في مدينه نصر. بنت حضرتي انا؟ ايوه. تايهه فين؟ في مدينه نصر. انت مش بنتك؟ انت اسمك ايه؟ يارا. مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه اسمها يارا. ايوه يا فندم هي تايهه حضرتك وانا لقيتها. وانت حضرتك في السنتر؟ انا في الجيزه. ايه اللي وديها؟ ما شفت الرقبه هناك. يا فندم دي حضرتك مش بنت حضرتك اسمها يارا؟ ايوه يارا. يا بنتي سيب البنطلون. اسيب بنطلون ايه يا ست؟ مش انتي؟ امال ايه؟ لا اله الا الله. مش انتي؟ مش فاهمه. انا بقول لحضرتك بنتي حضرتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. ايوه بس هي ايه اللي وداها هناك؟ انا مش عرفني ايه اللي فين وداها هناك. لا ما انا لازم افهم. مقصوفه الرقبه دي لو انا جيت هاخدها من شعرها. يا ستي تعالي خديها من شعرها، خديها من رجلها، الله يسترها معاكي. خلصي، انا بكلمك من تليفوني. انا كارت. انت مين؟ انا كارت. كارت ايه؟ انا كارت. انت ايه يا ستي؟ بقول لك كارت في ايه؟ بقول لك انا كارت. ما انا مش سامعه. انت ايه بتقول ايه؟ بقول لحضرتك انا كارت. انا كارت بقول لحضرتك بنت حضرتك تايهه في مدينه نصر. انت متاكده يا بنتي ان دي من تليفون امك؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه في سنتر في مدينه نصر. بص حضرتك بسيط، طريقتك التربويه دي مش حديثه. تربويه ايه وبتاع ايه؟ انت بتتكلمي في ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه وانا لقيتها. ده جزاتي؟ انت عايز ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه بس، ايه ده اللي انا عايزه؟ تيجي تاخدي بنتك؟ ما بحبش الاسلوب التربوي اللي مش حديث. يا ست تحبي ايه وما تحبيش ايه؟ بقول لحضرتك بنتك تايهه. انت ليك طريقه في التربيه مش عاجباني. بنختلف مع بعض. بنختلف مع مين واحنا بكلمك عن بنتي؟ في ايه؟ عارف حضرتك كنت بتكلمني في الاول انا حسيت ان انا بكلم رشدي اباظه. في ايه يا مدام؟ رشدي اباظه ايه وبتاع ايه؟ طب ارهنك ان مكان شعرك اسمر زبيبه نازل على وجهك. شعر ايه وزبيبه ايه؟ انا اقرع. خلصيني بقى، الله يسترها معاكي. انت ايه حضرتك؟ انا اقرع. انت عارف ساعتك ده انت بني ادمه بارده بارده. هو في ام كده؟ انا ما شفتش في حياتي ام كده. ده انا بقول لك شبه رشدي اباظه. رشدي برضه هتقولي شبه رشدي اباظه تاني؟ وحاسه انك فعلا كمال اجسامه. كمال اجسامه بتاع ايه؟ يا ست انا تخين وفشل. انت تخين وفين؟ تيه وفشل. طريقتك التربويه دي مش عجباني. طريقه ايه وبتاع ايه؟ اتكلمت ايه انت؟ انت في ايه؟ انت تعرف حاجه عن التربيه خالص؟ حرام عليك. فين الامومه؟ فين الامومه؟ بص بص ايه؟ لا لساني خاطب لسانك. لا اله الا الله. ولا لسانك يخاطب لساني. وانا هقفل اهو. يا ست انت ايه ده؟ يا بنت انت متاكده ان دي امك؟ ايه؟ بس هي عصبية شوية. عصبية دي مش ام خالص. يا بنتي ده ايه ده؟ تاني والنبي يا عم. اكلم ايه تاني؟ ما انا كلمتها حرام عليكم، ده كارت وهيضيع. اكلمها تاني والنبي يا عم. سيب البنطلون، سيب البنطلون بس. اكلمها تاني. يا بنتي سيب البنطلون الله يسيئك. لا اله الا الله. يا بنتي سيب البنطلون هتوقعيه. الو؟ نعم. يا ست هانم. يا مدام. نعم. يا ست ام يارا. انت تاني؟ انت متاكده يا بنتي ان دي امك؟ ايوه. ايوه ايه؟ مش باين والله. ما هو باين يا مدام. يا راحت فين يا مدام؟ يعني ما اعرفش اريح شويه. تريح يا ونيله انت هتنطيني؟ عيب. هي امك مالها يا بنتي؟ في ايه؟ هي امك دي عيب. عيب ايه وبتاع ايه؟ بقول لحضرتك كل بنت. حاجه ليها حدود. ده انت هتعديتي كل الحدود. وبعدين طريقتك التربويه دي مش عاجباني. يخرب بيت التربويه والنيله. يا ست هانم اعملي معروف، انا بقول لحضرتك انا بنتك تعباني وتايهه البنت. طريقتك التربويه دي مش عاجباني. طريقه ايه اللي تربويه؟ طريقتك انت. دي حبيبه ماما. ماما؟ مامي ايه؟ ايه ده؟ ماما اسمها ايه؟ امل. الو؟ 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 ايوه مدام امل. انت علقتيني من احلاها نومة. مين؟ بتصل بيك عشان معايا بنتي تايهه. الله. وانا مين قالك ان انا الف معاك بعربيه ومعايا ميكروفون واقول بنتي تايهه يا ولاد الحلال؟ لا انت ما تلفيش سيادتك، بس انا بقول لك ان انا معايا بنتي تايهه واديتني النمره بتاعت سيادتك وبتقول دي نمره ماما. نمرتي انا؟ ايوه. ازاي يا ست؟ انا مش فاضي، ورايا شغل. انت هتيجي تاخدي بنتك ولا لا؟ ولا انت هتخنقني وهتوترني؟ انت اللي خنقتيني. انا زعلانه منك يا ناصر. لا اله الا الله. يا ست ما تزعليش بس، تعالي خلصيني. ماما
بص يا نصورة. اوه بص يا نصورة. ايوه يا ست. ما بحبش الاسلوب ده يا نصورة خالص. يا ست خلصيني بقول لك عشان انا مش فاضي. لازم انا ورايا اشغال. لازم يبقى في رقة في التعامل. في رقة؟ اه. رقة ايه بس؟ انا عايز وانا اعرفك منين عشان اتعامل معاك برقة يعني. لما تبقى بتكلم انسة لطيفة لازم تبقى انسة؟ امال البنت اللي قدام مني دي يعني؟ اوعى برضه تقولي لي اوعى اوعى اوعى. انت ايه حكاية اوعى معاكي ديت؟ بص بقى لما اقول لك عايز افهم يعني. اوعى لما اقول لك توعى توعى. اوعى يا حبيبة ماما يا ماما. يا حبيبة ماما يا حبيبتي. ماما ماما مين؟ يا حبيبتي. دي امك؟ يا بنتي يا غالية. دي امك؟ دي فلسة كبدي. انت متأكدة ان دي مو امك؟ امك؟ يا 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 رجالة خلصت ولا ايه؟ انا عايز افهم. ولا الحريم راحت فين؟ انت بتتكلم كده ليه يا ولد؟ ثانية. بتكلم ايه بس؟ انا عايز افهم. ثانية. دي امك؟